جولتنا الرياضية ما خلصتش، لكن الأحداث كتير، خاصة مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا للشباب مواليد 2003 في مصر، واللي هتستمر لحد يوم 12 مارس. البطولة بيشارك فيها 12 منتخب وبتتلعب على 3 ملاعب، وبتكون مؤهلة لكأس العالم في أندونيسيا الصيف القادم، ويكون أول 4 فرق من البطولة هيوصلوا لكأس العالم مباشرة. امبارح كانت ضربة البداية لمنتخب مصر أمام موزمبيق، وللأسف اتعادل المنتخب، وفي المباراة الثانية فاز منتخب السنغال على نيجيريا. تفاصيل أكتر عن منتخب مصر وفرص الصعود معنا عبر زوم أمير نبيل. صباح الخير. صباح النور أستاذة دينا، أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. برحب بحضرتك، وطبعا هنتكلم معاك عن فريق اللي حصل امبارح وماتش مصر وموزمبيق، وكمان الافتتاح والفرق والمجموعات والفرق اللي صعدت كمان. يعني بالتأكيد هو الحدث الأبرز حاليا واللي بيشغل يعني الشارع الرياضي المصري بطولة زي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب لما تستضيفها مصر. بالتأكيد كل الأنظار هتتجه إلى الملاعب المصرية وإمكانيات مصر في استضافة الأحداث الرياضية الهامة. ثقة كبيرة طبعا في إمكانيات مصر إنها تستضيف حدث كبير زي بطولة أفريقيا للشباب، زي ما استضفنا كتير من المحافل الدولية على مستوى منتخبات الشباب وعلى مستوى المنتخبات الأولى. بالتأكيد يمكن زي ما حضرتك ذكرتي أن البداية ليست هي الأفضل على مستوى النتائج بالنسبة للمنتخب، والتعادل مع منتخب موزمبيق اللي يعني عمليا يصنف هو أضعف فرق المجموعة قياسا بالإمكانيات المنتخبين الآخرين، منتخب السنغال ونيجيريا اللي فاز فيهم المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري ايضا بهدف دون رد. كنا نتمنى ان مباراه منتخب مصر ايضا تنتهي بفوز للفراعنه حتى تكون ضربه البدايه قويه وانطلاقه جيده للبطوله، لان المباراتين المقبلتين اكيد لن يكونوا اكثر سهوله من مباراه الامس. يعني ما بنقولش ان المباراه كانت سهله بشكل كبير، صحيح ان منتخب موزمبيق لم يظهر اي انياب هجوميه على المنتخب المصري، ولكن رغم السيطره والاستحواذ ويعني الوصول للمرمى من جانب لاعبي المنتخب المصري، لكن كان يبدو ان في نقص في الحلول الهجوميه لدى المنتخب وبرضه الخبرات، رغم ان كثير من العناصر اللي موجوده في تشكيله المدرب محمود جابر بتشارك مع انديتها وحصلت على فرص. بنتكلم على رأفت خليل، على ماجد هاني، على احمد عبد الرحمن ايشو، على محمد فارس، على عمر الساعي اللي يمكن بنزوله كبديل حرك المهرة كده شويه في الشق الهجومي للمنتخب المصري، لكن بقيت النتيجه على حالها بتعادل سلبي. يعني بالتاكيد لم نفقد الامل. طيب حضرتك هل شايف ان احنا كنا محتاجين زي ما بيقول المدير الفني محمود جابر شراسه هجوميه؟ ايه اللي كان ينقص منتخب مصر ان هو يقدم ده، وخاصه ان هو ضيع العديد من الفرص؟ شايف انه ممكن يتفادى ده خلال مباراته بكره مع نيجيريا او يوم الاربعاء ان شاء الله؟ بالتأكيد يعني هي مباراة نيجيريا لا بديل فيها عن الفوز، يعني الأخطاء أو الأمور السلبية اللي ظهرت على مستوى الأداء في مباراة موزمبيق مطلوب أنها تختفي تماما في مواجهة منتخب أكثر تنظيما وأكثر قوة زي المنتخب النيجيري. شفناه خصم قوي للمنتخب السنغالي في مباراة الأمس، فبالتالي يجب أن يكون هناك حلول هجومية أكثر لدى لاعبي المنتخب، مش مجرد للسيطرة على الكرة أو الاستحواذ أو تناقل الكرة أو حتى لاستخدام المهارات الفرديه. يمكن دي سمه بتغلب على منتخبات الشباب او فرق الشباب في مصر دايما، اللجوء للحلول الفرديه، او يعني كل لاعب بيحاول يقدم افضل ما في استطاعته عشان يعني يصنع الفارق مع المنتخب، ولكن بالتاكيد جماعيه الاداء هي اللي بتغلب دائما، هي اللي يجب ان يكون لها الكلمه العليا في مثل هذه البطولات او مثل هذه المباريات. يعني البعض بيتحدث عن تاثير غياب اللاعب صلاح باشا عن هجوم المنتخب الوطني، بالتاكيد غايب للاصابه، ولكن بالتاكيد كمدير فني لديه الحلول او العناصر البديله اللي هي ممكن تصنع البديل الحلول في هجوم المنتخب، ونتمنى ان نرى الشكل الهجومي افضل من كده من خلال جمل تكتيكيه تنفذ ويعني تحسم الامور امام المرمى، خصوصا كمان ان احنا عندنا لاعبين كتير مميزين من الاهلي ومن الزمالك. شايف مين اكتر اللعيبه الفتره اللي جايه او في الماتشات اللي جايه هتظهر بشكل كبير؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك هو اللعيبه اللي اختارها الكابتن محمود جابر في القائمه، يعني لديها خبره على الاقل التواجد مع الفريق الاول. يعني احنا بنتكلم على بطوله افريقيا تحت 20 سنه، مش كتير من الانديه بتعتمد على
لاعبين شباب، ولكن ربما يمكن الظروف الحاليه في السنوات الاخيره على مستوى اقتصاديات كره القدم بتجبر بعض الانديه على الاستعانه باللاعبين الشباب، وايضا تجارب بعض الانديه زي الاهلي والزمالك في افراز مواهب شابه شجعت كثير من الانديه انها يعني تعتمد على لاعبين شباب. يمكن بنتكلم عن محمد حمدي من اللعيبه ايضا يمكن تشارك كبديل، لكن من اللعيبه اللي ابتدت يعني الجماهير تعرف اسمائهم زي محمد حمدي، زي ماجد هاني، زي ايشو، من اللعيبه المميزه ايضا يعني بلال مظهر عبد الرحمن من العناصر المحترفه واللي كانت يعني مفروض انها برضو تصنع الفارق في هجوم المنتخب الوطني. بالتاكيد كل هذه الاسماء قادره على انها يعني تقدم شكل افضل في الفتره اللي جايه. مش هنتكلم عن عناصر بعينها، ولكن يعني اكيد كجهاز فني عنده الوقت اللي قدر فيه انه يخلق التجانس ما بين العناصر دي، فبالتالي يعني مطلوب ان جمعيه الاداء تكون اكتر من كده في الفتره اللي جايه، ويقدر المنتخب يعوض في صحيح مباراتي نيجيريا والسنغال على الترتيب باذن الله. ان شاء الله. طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو او تعرف مشاهدينا نظام الصعود، كتير قوي مش فاهمين يعني ايه ان احنا في 4 فرق هتتأهل انها تطلع على طول على كأس العالم في اندونيسيا في الصيف القادم بإذن الله. يعني بالتأكيد الوصول إلى المربع الذهبي أو الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في هذه البطولة هي اللي بتتأهل لبطولة كأس العالم. ده بيدي فرصة كبيرة أو معقولة للمنتخبات ومنها منتخبنا بإذن الله، لكن بالتأكيد اللي يشغلنا بقدر ما يشغلنا التأهل لكأس العالم، ولكن بطولة على أرضنا، فطبيعي طبيعي إن الرغبة تكون كبيرة في الفوز بلقب البطولة، زي ما يمكن منتخب الشباب أو منتخب تحت 23 سنة حقق بطولة أفريقيا اللي فاز بيها وتأهل طبعا لأولمبياد طوكيو، وكان كده كده متأهل بوصوله للمباراة النهائية، ولكن بالتأكيد أيضا يعني أراد إن هو يحسم البطولة لصالحه. بالتأكيد يعني الوصول أو يعني لقاعدة اختيار 4 منتخبات لممثلين في بطولة كأس العالم يمكن هي متفق عليها، أو توزيع المقاعد على المنتخبات المشاركة في المونديال بإذن الله. فيعني بالتأكيد عندنا 12 منتخب لما يكون فرصة ل4 منتخبات إنها تشارك في المرحلة النهائية أو تشارك في المونديال، دي بتدي فرصة تنافس كبيرة ما بين المنتخبات المشاركة على مستوى المجموعات الثلاثة، وكل منتخب يسعى ان هو يتأهل في للمرحلة التالية، واللي بالتأكيد هيكون بأكثر صعوبة من مرحلة المجموعات.